الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إن عادتها الشهرية 6 أيام ثم ترى بعدها القصة البيضاء أو الجفوف التام. تقول: لكن هذا الشهر وبعد اليوم السادس رأت جفافا تاما. تقول: واغتسلت واستمر هذا الجفاف لمدة 2 يوم. تقول: ثم نزل بعد ذلك سائل بني ومعه كدرة، وهي كانت صائمة صيام القضاء، فهل صيامها صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا ولا يترتب عليها شيء من الأحكام، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود، واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه، إما القصغ البيضاء أو الجفوف الكامل، ثم رأيت بعد ذلك سائلا يحمل شيئا من الصفرة أو الكدرة، فإياك أن تعتبريه شيئا أو ترتبي عليه شيئا من الأحكام، وبناء على ذلك فصومك صحيح ولا غبار عليه، والله أعلم.